استنى استنى، انا النهارده لو لعيب في نادي الزمالك عمل اي حاجه تمام؟ لا ما هو فكره بطلع له بيان، يعني نادي الزمالك طلع له بيان، مش شرط النادي الزمالك يقول عمل يقول ايه؟ عمل ايه؟ ما هو ما يقول، هو بيقول لا استنى 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 بس اقول لك، هفضل مستني لحد امتى؟ انا مستني الشير كده عم بتنصر. حتى الصحفيين اللي ماسكين الزملاء اللي ماسكين النادي الاهلي ما عرفوش ايه اللي حصل في اوضه اللبس بتاع النادي الاهلي، وان النادي الاهلي هيقرر الا لما طلع البيان. في انهي مره؟ الجيش ولا في انهي وقعه بالظبط؟ انهي جيش؟ وقعه الوقت بعد ماتش، انا بتكلم على على الوقعه الاخيره اللي هو بعد ماتش طلع الجيش، اه بعد طلع الجيش احنا كلنا كنا عارفين. لا ما كانش لا عارفين والله، والله ما كان عارفين، وان هو بعد الماتش على موسيماني ايوه يا استاذ احمد، قال له جو جو، بص بص قال له جو تو، قال له جو ولفظ خارج، قال له جو كده هو ده الواقع بجد، لفظ لا يليق ان هو يوجه لمدير فني ايا كان المدير الفني ده. والمترجم ترجم يعني هو ساله ايه المهم، المدير الفني ساله قال له ايه؟ أول حاجة العقوبة الأولانية كانت واقعة الشناوي ووقعة سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ في غرفة اللبس، ودي كان في الكوريدور يوم الصبح، وجه وانفعل واتكلم بطريقة مش كويسة، وناس قالت إن هو كان يعني ناس قالت، لا لا ناس من جوه، أيوه ناس قالت من جوه ماشي، أنت متعاقب بمليون جنيه، طلع النادي الأهلي طلع بيان، طلع بعدها محمود كهرباء طلع بيان اعتذار للنادي الأهلي، تمام، اتخانق مع الشناوي، اتخانق مع وطلع بيان صح، اتخانق مع سيد عبد الحفيظ، ماشي اتخانق مع كل اللي قبله داخل غرفة خلع الملابس، ماشي خرج مشي من النادي الأهلي، النادي الأهلي طلع العقوبة والبيان وطلع بيان، وهو طلع بيان اعتذار للنادي الاهلي، دي اول واقعة. ناهيك بقى على الحاجات الصغننة، خناقة احمد فتحي في في ماتش المقاولين، عمرو السوليه، عمرو السوليه، نيجي بقى بعد كده للكوم الكبير، كان الكوم الكبير او الواقعة الكبيرة كانت موسيماني، موسيماني مدير الفني بتاعك، فانت النهاردة اتعاقب كهربا ب 500 ألف جنيه يعني أو 250 ألف ومع إيقاف شهر بس خلاص مش تم العفو عنه؟ لا. لسه لا. لا لا أنا عندي معلومة إنه تم العفو عنه لسه لسه موسيماني وبيكلموا معاه، هو بيكلموه يعني بيحاول يعني يغطي على مش شاتم واحد، راجل شتم المدرب يعفو عنه إزاي؟ لسه 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 أصل هي الفكرة إن موسيماني ما عندوش اللي يخليه يخاف من كهربا، لا هو ده قرار موسيماني في الاساس مع كامل احترامي ولا قرار اداره النادي الاهلي؟ لا هو اللي البعض يقول لك ان كهربا حاله خاصه لكون ان هو انتقل من نادي الزمالك بشكل غير يعني مباشر، فمش عايزين يبقى فيه شماته من جمهور الزمالك، يعني يعني مثلا يمشي يشتم في الراحه والجاي، استنى 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 بس يا لا استنى استنى بس يا بوب، استنى انت بقى، وهو لو مش عايز جمهور الزمالك يشمت يشمت يعني هيطلع له بيان؟ يعني انا سيبك بقى من ال... من الق... هيسيبه طايح يعني في قيمه ايه؟ في قيمه ايه؟ ان نادي زي النادي الاهلي طلع بيان بيانين للاعب قال ان هو تجاوز في اي حاجه، طيب عمل اي حاجه، تعالى بقى مليون، تعالى بقى البيان الاخير بقى، انا هقول لك حاجه بقى، بس هقول لك ان المواضيع مختلفه، النادي الاهلي النهارده عرض جبار من شركه دكان المنتجات العصريه، عرض مميز، عرض مش موجود في السوق، عرض الثلاث ترابيزات، مقاس الثلاث ترابيزات 80x45، الثانية 60x45، 35x45. اللي يميز بقى العرض ده ايه عن باقي المنتجات بتاع الشركات الاخرى؟ احنا عندنا مشكلة في الترابيزات الازاز، لما بتتكسر بيبقى في مشكلة في نقل الازاز، بروح لحد بتاع ازاز يعمل لي ازاز، لا انا عملت حاجة النهاردة مميزة جدا في العرض الثلاثة، اولا رقم واحد الثلاث ترابيزات متداخلين زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني مش هتاخد حيز في البيت ومش هتركب الدنيا، تمام؟ لا والميزة الثانية بقى والاهم، تمام، اللي هي المفاجأة، ايوه ايه هي دي؟ اها ضد الكسر، ضد الكسر، وما تاخدش الترابيزة الا لما تجربها، لا والمندوب بيسلم العميل ويجرب له الترابيزة الاول، يعني المندوب هيوصل لبيت العميل، مش هتتعب العميل، مش هيتعب ولا يروح الشركة، لا ما فيش حد مروح، انا المندوب بيوصل لحد باب البيت، توصيل لحد باب البيت عشان الظروف اللي حاصلة في البلاد، فانا بوصل الحاجة لحد باب البيت. مشاهدينا الكرام، المفاجأة ان المندوب هيجي لحضرتك لحد باب البيت، وما تاخدش حاجة وتدفع مليم الا لما تجربها الاول.
ودي اهم حاجه، ولو ما عجبتكش ما تستلمش، رجع المندوب تاني وما تدفعش اي مصاريف. طيب الحصول على العرض ده، العرض ده ولا ب 500 ولا ب 600 ولا ب 700. قول المفاجاه بقى. العرض ب 350 جنيه ثلاث ترابيزات متداخلين مع بعض، منهم اللون الاسود واللون البيج. طب 350 جنيه، 350 جنيه، 350 جنيه، 350 جنيه مش ثمن الشحن. لا الشحن ملوش علاقه بالموضوع، حسب المنطقه اللي هي ساكنه فيها بنحط عليها مصاريف شحن. لو انا عاوز احصل على العرض ده، الارقام موجوده على الشاشه، 010-298-33-232. شركه دكان تتمنى لكم منتج طيب وجميل، وانتظرونا في الجديد، منتجات جديده وعندنا كل ما هو جديد وجديد على شركه دكان، وانتظرونا في الجديد ان شاء الله.